السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم المجرمين إلى قيام يوم الدين. هذا الأغسطس بالكرامة يصدعنا أن يا طبات إلى رحيلكم أفزعوا كتب الرحيل عليكم فاستبشروا بعذاب منتقم يطول ويفجع. روح التحرر آذنت بزوالكم كالشمس إذ تمحو الظلام فيقشع. هيهات محتل يدوم بجوره كلا ودونكم الطغاة ولن تعود. لن تقمسوا ذكر التحرر إنكم أوهى وأدنى يا رجال فجعجعوا. حفظ الحماس رموزنا وشبابنا ودماؤنا تلك التي لا تركع. صبرا مصيركم الجحيم وذلة فيها عزيزكم يهان ويجزع. ومصيرنا هذا قد تقرر بالدماء. هيهات يحكمنا ظلوم يطمع. ولتحذروا ثار الحليب وانكم لن تكسبوا الا المذله فاسمعوا. أنى لكم أن تسمعوا وضلالكم لا يرتجى منه صواب ينفع. حتى سفكتم ما سفكتم من دما وهدكتم الأعراض لم تتورعوا. سحقا لمن هدم المساجد خائبا وفساده في كل شبر ينبع. لكن في أضلاعنا شهداءنا وحماسهم فينا يدب ويصدع. لن ننتني حتى ننال قصاصنا ويكون للشعب القرار الأرفع. وأنت يا من أمرت بقتل أبنائنا سيأتي اليوم الذي فيه ترحل. ولكن بعد أن نحاكمك أمام الورى لا بالخديعة كما أنت تفعل. ونحن تعلمنا العدل من إمامنا لا تضربوا وسيركم ولا تقتلوا. وسننال ما نصروا إليه غدا إن سرنا على خطى قادتنا وإن سجنوا. فهم الذين ساروا على نهج إمامهم لا للذلة هيهات ولن نركع. وسنسير على نهج رموزنا فهم الأمان لثورتنا من أن تسرق أو تخمد. والسلام عليكم.